السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج لذيذ وهو مجاني لحد ما اسمه دريم بلان. البرنامج هوت انا دخلت على الموقع دريم بلان وقلت له داونلود ناو، فراح محمل لي البرنامج على طول. مساحته تقريبا لا تذكر 5 ميجا 6 ميجا حاجة زي كده، 3 ميجا. تمام، فبرنامج ظريف يعني ومساحة صغيرة خالص، 3 ميجا بس الامكانيات بتاعته محترمة، يستحق ان انت تفكر في ان انت تصدق. تمام، طيب نقول له مثلا هنا البيلدينج، لو انت عايز تبني حاجة جوه المبنى فبتقول له وول فري درو ولا فيكسد درو، الويتس بتاعك قد ايه، الهاي بتاعك قد ايه، نوع الحيطة، وتبدأ ترسم بالشكل ده. لو انت عايز ترسم على الجراوند ولا على الدور التاني ولا التالت ولا الرابع زي ما انت عايز، وليك ان انت تتحرك بالشكل دوت زي ما انت عايز. اهوت بيقول لك ليفت كليك تو ستارت، اهوت وتبدا مثلا تمشي لحد هنا، تمشي لحد هنا، وبعد كده تيجي هنا تروح قافل لك المبنى بالشكل دوت. طب عايز تحط ويندو، تختار الويندو اللي انت عايزها وتبدا تحطها. طيب طبعا ليها خصائص، تقدر تتحكم في الويتس بتاعتها قد ايه، الهاي يعني، فيها شويه افكار ليه ما يبقاش كده موجود في البرنامج اللي انت بتشتغل عليه. في مثلا تقدر تحط دورز، تختار الدور اللي انت عايزه. تقدر تختار فلور مثلا، تغير نوع الفلور بتاعك زي ما انت عايز. تقدر تختار سيلينج معين انت عايزه، تقدر تختار روف. الحاجه انت بتختارها بيبدا يقول لك بقى اوتو كرييت، تبدا تنشئ على طول. ولا انت عايز ترسم الحدود، طب الستايل ايه، طب الكالر بتاعها، طب الاسلوب، طب السايز بتاع ايه، الروف اليفيشن هيبقى قد ايه، وتدوس ويبدا هو بقى يعمل لك السقف، وتقدر انت تتحكم فيه الاسلوب بتاعك زي ما انت عايز بالشكل ده. تقدر تعمل ستير، تختار مثلا المكان انت عايزه وتروح عامل ستير ويروح حطلك لحد الدور اللي فوق، وتقدر تتحكم في الخصائص بتاعت الدرجات اللي موجودة. ممكن تقول له ريلينج، الصورة اهوت، لو انت عايز تخرج من الامر بتقول له اسكيب. ممكن تقول له انا عايز ابدا اعمل دهانات، بتختار حاجه اللي انت عايز تدهنها، وتقدر تختار اللون اللي انت عايز تدهن بيه. ممكن تقول له انا عايز اقيس مثلا، انا عايز اقيس من هنا لهنا، فيجيب لك المقاس بتاع اللي انت عايزه. تقدر تضيف حاجات من الاكستيريور مثلا لايتنج. تمام، تقدر تختار تحط لايتنج مثلا هنا بالشكل دوت. تقدر تعمل مسار، بالشكل دوت. تقدر تعمل بولز، تقدر تعمل فنس مثلا معين، تقدر تحط بعض الادوات هيت زي كورس مثلا. ممكن نقول له انتيريور، تمام، تحط حاجات بقى جوه المبنى مثلا تلفزيون، لايتنج، ده جوه المبنى براحتك خالص. ممكن تحط حاجات خاصه مثلا بالريلينج. خلي بالك تقدر تشتغل في اي دور، يعني ممكن تيجي هنا تغير تقول مثلا عايز تشتغل في الدور التاني، فاي حاجه هترسمها تبقى موجوده في الدور اللي فوق. ده عشان هتلاقي يمكن برضو في شغل حاجات خاصة باللاندسكيب، يعني ممكن مثلا ترفع حتة من الأرض بالشكل ديت. تمام، تختار الراديوس قد ايه، اهي تقدر تغير أو تعمل لور. عندك بقى تولز لو انت عايز تعمل سيلكت أو ان انت تكتب حاجة معينة أو تدي رمز معين، كل الحاجات دي موجودة. زائد عندك هنا شوية أدوات كويسة جدا احنا بنتكلم فيها إن شاء الله، مثلا الشينج بتاع الوول، ممكن تشوف الوول بأكتر من طريقة، بحيث مثلا لو أنت عايز تدخل تشوف حاجة ممكن تلغي الجريد مثلا بالشكل دوت. وفي الآخر خالص بعد ما تخلص الشغل تقدر تسيف المشروع بتاعك أو تعمل له
اكسبورت ك 3 دي موديل بالشكل دوت في الفولدر اللي انت عايزه.